الكويت ولاعبي نادي الكويت يبحثون مبكرا عن تسجيل هدف ربما يحسم الكثير من الامور. كره فيها محاوله ملعوبه عرضيه في منطقه الجزاء لكن ابعدت، لا زالت مستمره، لا زالت قائمه تسديده. الله 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 الله. لا الكويت كويتاوي، لا الكويت كويتاوي. العميد يبدأها بقوة وبأقدام كمارا. شوف اللقطة الماضية أبعدت نام وصلت إلى كمارا بالقدم اليمنى. مبكرا وكأنه يرفع شعار عميد ما عرف انزل من القمة، انا ارضي السما كيف اقبل نزولي. يرتقي والشاب كانكوني. وبالمناسبة في ذلك اللقاء محمد عبد الله المدرب الحالي لنادي الكويت كان قد سجل هدفا في تلك المباراة التي انتهت لمصلحة العميد بثلاثة أهداف مقابل هدفين. نكمل بعد هذه المحاولة عرضية داخل منطقة الجزاء راسية. هي 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 من جديد كويتاوي كمان وكمان. لمحة في لمح البصر سامي الصانع، احسبوها خلصوها. اي والله خلصوها بسيناريو العام الماضي وبنفس الطريقة، لكن هذه المرة برأسية في رأس الفارس الخطيب يتصدى لكرة الصانع. الله على الصناعة والله على الرأسية. أوه. عميد ما عرف انزل من القمة. هي القمة، هي المكان المحبب لهذا الجيل، هي المكان المناسب لهذا الجيل. لا يرتضي مكانا غيره ولا يقبل بأحد سواه بأن يجلس متربعا على عرش كرة القدم. اليوم يومي. اللاعب التونسي صاحب 30 سنة والرجل القادم من النادي الترجي الرياضي التونسي هنالك في الرابطة التونسية المحترفة لكرة القدم. كرة فيها محاولة، جول جول جول. سلمان أو ناصر مفتاح الفرج، ناصر مفتاح الفرج، خلص الفارق في توقيت مثالي جدا لمصلحة كاظمة ووضع الكرة في الشباك. هذه هي 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 في الجهة اليسرى عرضية. أوه. البناء يأتي من البناي والفرج يأتي من ناصر. ناصر مفتاح الفرج، قلص الفارق في توقيت مبكر جدا وأعاد الحياة للنهائي، أعاد الحياة للمباراة النهائية. هي 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 هي. واستمر بأفضليته، كاد أن يصل إلى هدف ثالث ربما رابع في الكثير من الأحيان من أجواء شوط المواجهة الأول، لكن بعد ذلك الأمور في الجانب المقابل عاد من خلالها نادي كاظمة بهدف اللاعب ناصر الفرج لينتهي شوط المباراة الأول بهدفين مقابل هدف واحد لمصلحة نادي الكويت، ولتستمر الأمور في الملعب لتستمر. هدف من بدري يا جمعة، من بدري يا جمعة، يسجل ويضع الكرة في الشباك مع انطلاقة الأحداث ليضع بصمته في المباراة النهائية وليترجم على أفضليته من خلال هذا الموسم وليعلن أحقيته بأن يكون الأغلى تاريخيا في الكويت. هذه هي الكرة الماضية، هنا المرور، كرة في المرمى. هي 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 من جمعة، هي هي من جمعة. هدف ثالث يأتي الآن. جمعة سعيد يجعل كل كويتاوي يبتسم سعيدا بهذا الهدف وليعلن الانتصار الآن وليعيد الفارق إلى هدفين. والمحاولة بعد ذلك إلى ركلة ركنية ملعوبة في منطقة الجزاء. خلصوها خلصوها خلصوها
خلاص 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 برأسية الفهد الهجري يصنع الابتسامة في كل مكان. اضحك يا مرزوق اضحك يا مرزوق، الكويت بطل الكويت بطل الكويت بطل، هي 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 برأسية الهجري. شوف الكرة، اوهو فهد يسجل، فهد يرتقي، فهد يصنع الفارق، فهد من أجل إعادة ضربة 82، من أجل إعادة ضربة 82 توجع، من 82 توجع اليوم بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في نتيجة لم تظهر في تاريخي، وبالتحديد خلال 10 سنوات وآخر 19 نسخة لم نشاهد هذه النتيجة الكبيرة والنتائج الكبيرة على مستوى المباريات النهائية، باستثناء ربما فوز القادسية على الجهرة في انتصار كان متوقع وكبير، ويوم الجهرة كان قد وصل للمباراة النهائية وسط مفاجأة أيضا لم تكن متوقعة لدى الكثيرين من متابعي ومتتبعي كرة القدم الكويتية. كرة من باتريك فابيانو، سدد مصعب الكندري، عادته لا 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 يحتسب ولا لا؟ لا يحتسب لا يحتسب لا والله، وسط جدل في اللقطة والمحاولة الماضية الهدف يتم احتسابه لنادي كاظمة، الهدف يتم احتسابه لنادي كاظمة. هذه الكرة الماضية والتقدم يأتي والمتابعة تأتي من البديل عمر حبيتر الذي يضع الكرة في الشباك ويعلن عن تقليص الفارق في البداية. المساعد الأول فارس الشمري يشير إلى وجود التسلل، لكن لا وجود فيها للتسلل، لا وجود فيها للتسلل أبدا، لا أعلم لماذا ارتفعت الراية ولا أتي القرار من حكم المباراة الحكم سعد الفضلي باحتساب هدف صحيح وهدف يأتي إذن لتقليص الفارق الآن 4-2 في المباراة النهائية لكأس سمو الأمير.